بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله. معكم مستر محمد يوسف، مدرس الفلسفة بمدارس الدلتا. هنتكلم النهاردة عن الموضوع الثاني اللي هو الانتباه. الموضوع الأول كان بيتكلم على الإحساس أو العمليات المعرفية، كان بدايتها الإحساس ثم الانتباه ثم الإدراك، الذاكرة، التفكير. طبعا نفتكر مع بعض ان احنا قلنا ان العمليات دي كلها عمليات تسلسلية، بمعنى ان الاحساس يأتي ثم يليه الانتباه ثم يليه الادراك ثم يليه الذاكرة، وفي الاخر بيجي عندنا التفكير. تعريف الانتباه او موضوع الانتباه، الانسان بيعيش في حياته بيقابل مثيرات كتير، سواء منها الداخلية ومنها الخارجية، بس مش كل المثيرات هننتبه ليها، احنا هننتبه لما بيهتم به الانسان، اللي بيختاره، اللي بيهتم او اللي بيهمه التفكير فيه. علشان كده المثيرات اللي احنا بنقابلها بننتبه لجزء صغير منها، بنقولها ان هي بتوضع في بؤرة الوعي او الشعور. اما المثيرات التي يتجاهلها الانسان فهي ليست ذات أهمية بالنسبة له، فيضعها في هامش الوعي أو في طي النسيان. فالانتباه بمثابة المصفاة أو الفلتر. طبعا لأن احنا بنصفي بعض المثيرات وبنهتم بيها وبنهمل البعض الآخر. طب يعني ايه يا مستر تعريف الانتباه؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا 5 عمليات اسمها العمليات المعرفية العقلية. فلما نيجي نعرف أي تعريف من العمليات دي، بنبدأها بأنها عملية عقلية معرفية، بتعني توجيه الشعور أو التركيز على شيء معين أو مثير معين استعدادا لإدراكه أو تذكره أو التفكير فيه. طب عندنا كمان إن الانتباه له أنواع متعددة، منها الانتباه الانتقائي او اللي احنا بنقول عليه العفوي، الانتباه الارادي، الانتباه اللا ارادي. الانتباه الانتقائي او العفوي لازم نركز على ما يسمى بشيء محبب، يعني انا بنجذب وبنتبه لمثير محبب بالنسبه لي، فلا يحتاج الفرد فيه جهد، لأن وجود الشيء ومضمونه يشبع رغباته ويرضي ميوله، وفي نفس الوقت يشعره بالسعادة، زي مشاهدة لبرنامج أو لبرنامج محبب بالنسبة لي، أو مشاهدة لكرة القدم لفريقي المفضل. الانتباه الإرادي عكسه، هو الانتباه لشيء غير محبب وغير جذاب. طب يا مستر أنا انتبه ليه طالما هو غير محبب وده باختياري؟ لا، في مثيرات احنا بننتبه ليها غصب عننا او مجبرين ان احنا ننتبه ليها بارادتنا الحرة، بسبب ان هي مرتبطة بالمستقبل وبيحتاج هذا النوع جهد من الفرد، زي الانتباه لدرس غير محبب او صعب بالنسبة لي، فانت او بالنسبة لك فبتبدأ تنتبه ليه وبتبذل مجهود مضاعف. الانتباه الإجباري ده بقى اللي المثير بيفرض نفسه عليه ويسمى باللا إرادي، بيفرض نفسه عليك رغما عن إرادتك فيجبرك على اختياره، زي الانتباه لصوت انفجار قوي، الانتباه لسيارة إسعاف تمر بالطريق. كل ده أنواع الانتباه. يبقى تاني، أنواع الانتباه عندنا 3: انتباه انتقائي أو عفوي، انتباه إرادي، انتباه إجباري أو لا إرادي. طب إيه اللي يخلينا يا مستر في ناس تنتبه لمثيرات معينة وناس تانية ما تنتبهش لنفس المثيرات بل تنتبه لمثيرات أخرى؟ عندنا عوامل تركيز الانتباه أو جذب الانتباه. هنقسم العوامل دي لعوامل داخلية ذاتية وعوامل خارجية موضوعية. العوامل الذاتية الداخلية دي اللي مرتبطة بالشخص، عندنا الدوافع والحاجات الهامة
أو المهمة أو الضرورية. ينجذب الإنسان لدوافعه المهمة فقط، يعني بينتبه الجائع إلى رائحة الطعام اللي بتولد دافع الجوع، بينتبه الشخص المتفوق للاستماع للمدرس. يبقى دافعك القوي هو اللي هيخليك تنتبه. زي بالظبط كده الفرق ما بين الجائع والغير جائع، هنلاقي ان الجائع هو اللي بينتبه لرائحة الطعام لان عنده دافع الجوع قوي، بينما اللي شبعان او اللي مش عايز ياكل ساعتها مهما يتحط قدامه اكل مش هيبقى فارق معاه. التأهب والتوقع او التهيؤ، طبعا اذا كنت متوقع لحدوث شيء فتكون منتبه لكل مسبقاته او بنقول كل ما يليه. بمعنى الام النائمه قد لا يوقظها صوت الرعب، بل قد تكون شديده الحساسيه لصوت طفلها او صوت البكاء من طفلها. زي الابن الذي ينتبه لحضور ابيه للمنزل بعد ان توعده بالضرب على التليفون. طبعا ساعتها الابن بيبقى منتبه لخطوات السلم. الميول، ثالث واحدة، احنا بنتكلم تاني في العوامل الداخلية الخاصة بالشخص. يختلف ميول الافراد باختلاف السن والثقافة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية وخلافه. طب على سبيل المثال أسرة مكونة من أب وأم وأطفال، دخلوا أحد المولات التجارية، الطفل هينشغل بلعب الأطفال المعروضة في المحل، الأم هتنشغل بالملابس والزينة والمأكولات، الأب طبعا هينشغل وهيقعد جنب الكاشير وهيبدأ ينشغل بكم سيدفع. زي الباحث في مجال معين، كل واحد بيبحث أو بينتبه للمثيرات التي تخص مجاله. زي الفلسفة، لو أنا مدرس فلسفة ببقى منتبه في معرض الكتاب لكتب الفلسفة، مدرس بيولوجي مرتبط بالكتب الخاصة بالبيولوجي، يبقى أنا هنا كده بنتبه على حسب تخصصي. يبقى دي العوامل الذاتية، الدوافع والحاجات، التأهب والتهيؤ والميول. العوامل بقى الخارجية الخاصة بالموضوع أو الخاصة بالمثير، عندنا منها 7: شدة المثير، تكرار المثير، تغير المثير، اختلاف المثير، حركة المثير، حجم المثير، موضع المثير. شدة المثير، المثير القوي بيجذب الانتباه أكتر من المثير الضعيف. طب تعالى احنا كنا خدنا في الإحساس شدة المثير اللي احنا قلنا عليها العتبات، هو ينفع شدة المثير يوصل للعتبة القصوى؟ لا طبعا، لأن لو وصل للعتبة القصوى لن يستطيع عضو الحس استقباله، لذلك بشرط ألا يصل للعتبة القصوى، زي الأصوات العالية أو الروائح النفاذة، المدرس اللي صوته مرتفع بيجذب انتباه الطلاب وهكذا. تكرار المثير بنشوفها دايما في الإعلانات التلفزيونية قبل وبعد المباريات، قبل وبعد المسلسل، أو بعض الأشخاص اللي بيكرروا كلمة معينة قدامنا كتير فبنحفظها، فالمثير اللي بيتكرر بيجذب الانتباه. تغير المثير، المثير المتغير سواء في شدته، يعني بتلاقيه بيرتفع في الشدة وينخفض في الشدة، بيرتفع في الشدة وينخفض في الشدة، زي بالظبط كده المدرس اللي بيشرح بصوت عالي ثم ينخفض الصوت تدريجياً ثم يرتفع مرة أخرى، يعني بيغير نبرات الصوت بيجذب الانتباه. طبعا اختلاف المثير، اختلاف المثير طبعا عن اللي موجود في مجاله أو محيطه بيجذب الانتباه، زي المثل الذي يقول كالف تعرف، شخص أبيض في مجموعة من السود، شخص طويل في مجموعة من قصار القامة، كلمة بالعربي في فيلم أجنبي. حركة المثير، طبعا المثير المتحرك أكثر جذبا من المثير الثابت، وده احنا بنشوفه دايما في اللافتات أو الإعلانات المتحركة في الشوارع، زي الإضاءة اللي بتتحرك، زي اليوفط أو اللافتات اللي بتتحرك،
أو المدرس اللي بيتحرك داخل الفصل دائما بتلاقيه بيجذب الطلاب إليه. حجم المثير، المثير كبير الحجم بيجذب الانتباه أكثر من المثير الصغير، زي طبعا الفيل والزرافة زي المثال اهوت، بيجذب الانتباه في حديقة الحيوان لأنهم أكبر حاجة. موضع المثير، كلمة موضع المثير معناه مكانه، فالمثير القريب موضوعه بالنسبة لك قريب بيجذب الانتباه أكتر من المثير البعيد. لا زي كده الإعلانات التي توضع في مستوى النظر زي الصفحات الأولى والأخيرة من المجلة أو الكتب بتجذب الانتباه اللي هو الغلاف يعني. عندنا ظاهرة كمان اسمها تشتت المثير والعوامل المسببة في تشتت المثير. كلمة تشتت المثير معناها إن الضوضاء، بمثال بسيطة الضوضاء بتجذب انتباهك عن المذاكرة، يعني بتشد انتباهك وما تخليكش تذاكر. فهي ظاهرة بيحاول فيها مثير دخيل أو غريب جذب انتباهك وإبعادك عن المثير الأصلي. في الحالة دي طبعا حاجة من الاتنين، يا تذاكر وتكمل مذاكرتك في الضوضاء فيؤدي إلى التعب والتوتر وكثرة الأخطاء، أو تنتبه ويستطيع وينجح المثير الدخيل أو الغريب اللي هو الضوضاء في جذب انتباهك وتشتيتك عن المثير الأصلي ألا وهو المذاكرة. ومن هنا طبعا يبقى احنا خلصنا درس الانتباه، وبإذن الله الأسبوع الجاي في ميعادنا هنحل على الإحساس والانتباه بالنظام الجديد. وشكرا.